ترجع كره من جديد في ذات لاعب حمزه الوسطي داخل الجوله المقبله سيستفيد من انتدابات ودي فرصه في ذات فريق اتحاد طنجه محاوله والهدف هدف اول في ذات فريق اتحاد طنجه واسطه اللاعب علي الحراك. تحدثت عليه اللاعب اللي سجل هدف انتصار امام حسين اكادير هو الان لحدود الدقيقه 85 ممتازه علي الحراك خذ الكره يسدد والكره في الشباك هدف اول لفائده اتحاد طنجه ما تمكنش عبد الله خفيفي من ابعاد الكره وبتسديده قويه يودع الكره في الشباك يتابع هذه التمريره علي الحراك في المكان المناسب ياخذ الكره ويسدد بكل قوه هدف للا شيء لفائده فريق اتحاد طنجه من زاويه اخرى خطا المستوى الدفاعي فريق الرجاء ادم النفاتي النفاتي دخول داخل منطقه الجزاء النفاتي تسديده تدخل دائما فرصه عند لاعب مروان عزيلا يسدد وتدخل الحارس بدر الدين بن عاشور في المكان المناسب تابع الفرصه هذه المحاوله حاول ادم النفاتي يسدد كان تدخل الدفاع ثم مروان عزيلا يتدخل هناك نتابعوا شطات لعلي الحراك هذه فرصة تسديدة كانت تبريرة داخل منطقة الجزاء المباراة وليد بشريف هو يسري بوزوق تعبت الكرة الدائرية تدخل الحارس انس نيزي دائما خطورة متواصلة فرصة والهدف هدف ثاني لفائدة فريق اتحاد طنجة تسديدة قوية مرة أخرى بواسطة اللاعب علي الحراك كيتمكن أنه يعني مرة أخرى أنه يحرك الشباك بتسديدة ممتازة في شباك الحارس انس نيزي 10 ديال الدقائق توقيع جوج ديال الاهداف غنتابعوا مره اخرى خروج ديال الحارس انس نيتي ثم تسديده ممتاز هذه تسديده قويه وبدقه متناهيه نتابع علي الحراك يتمكن من وضع الكره في الشباك لاحظوا التدخل ديال الحارس انس نيتي كان امامه اكثر من لاعب المغربي اقل من 17 سنه في نهائيات كاس امم افريقيا اللي كانت قامت بها الجزائر فقط الحراك بثلاثه اهداف مقابل هدف واحد الرجاء تعادل في اللقاء الاول امام نادي القنيطري هذه فرصه تدخل في الوقت اللي كنتابعوا التمريره ونزيلا مره اخرى محمد بولوكسو التمريره وما تمت امام محمد وليد بشريفه مشات كره في الجهه اليمنى مروان نزيلا زيلا رفع الكره هذه فرصه داخل منطقه الجزاء تدخل الحكم عطى انطلاقه لعبه الكره داخل منطقه الجزاء خروج الحارس خروج الحارس بدر الدين بن عاشور في الوقت الحكم كان خطا لعبد الله خفيفي تابعوا هذه المحاوله ارتقاء واصطدام قوي من عبد الله خفيفي امام بدر الدين بن عاشور اللي صابر بوغرين مره اخرى يسري بوزوق مروان زيلا دي فرصه نوفل الزرعوني الزرعوني شادي من الزرعوني دائما حسن الكره الزرعوني يسدد والكره في الركنيه نتابع امام جوج لاعبين حاول يسدد ولكن كان هناك تغطيه من طرف لفائده فريق الرجاء الى جانب محمد بولكسوت بولكسوت خذ الكره على مستوى الجهه اليمنى ترفعات الكره دي فرصه فرصه راسيه تدخل ممتاز للحارس بدر الدين بن عاشور كانت سانحه للتسجيل تابعوا بولكسوت رفع الكره ثقاء بشكل ممتاز تقييد محمد زريده محاوله اخرى وتدخل بن عاشور ممتاز بوغرين يسري بوزوق هذه محاولة لفائدة فريق الرجاء يسري بوزوق فرصة تسديدة تدخل الحارس بدر الدين بن عاشور في المكان اللاعب يسري بوزوق خذ الكرة يسدد كرة عرضية وتدخل الحارس بدر الدين بن عاشور في المكان المناسب محاولة أخرى لفائدة الراسي دائما لفائدة فريق اتحاد الطنجة عبد الحميد معالي علي الحراك حمزة الواسطي الواسطي فرصة والهدف الهدف الثالث لفائدة فريق اتحاد طنجة الثالث لفائدة فريق اتحاد طنجة سنتابع مرة أخرى حمزة الواسطي يسدد الكرة أعتقد بأنه ارتطمت بمحمد بولكسو تغيرت اتجاه ديالها شيئا ما نتابع تسديدة لاحظوا الكرة غلطت شيئا ما حارس الزنيتي وجواد غبرة كيتمكن من وضع الكرة في الشباك كما نتابع لاحظوا أنس زنيتي ما تمكنش من الكرة نفس الصورة هل كان هناك شيء إذن هناك خطأ حكم اعتبر بأن كان هناك خطأ كرة خارج أرضية الملعب كترجع لفائدة فريق الرجاء يوسف بالعمري يوسف بوزوق رفع الكرة في القائمة الثانية ما تمكنش من أدم النفاتي هو غبرة على مستوى الجيل الأسرى فرصة لفائدة فريق اتحاد طنجة
جواد غبرة، جواد غبرة محتفظ بالكرة، يبحث عن إمكانية تسديد، تسديدة فرصة والهدف، والهدف الثالث لفائدة فريق اتحاد طنجة بأي طريقة وبأي تسديدة. هدف جميل لفائدة فريق اتحاد طنجة، تسديدة قوية تغالي الحارس أنس زيدي. فرحة كبيرة للعاتب جواد غبرة على الخلع ديالو للقميص، هو كنتبوا الهدف جميل، يعني هدف محظوظ، تسديدة قوية تعانق شباك الحارس أنس زيدي. 3-0 لاتحاد طنجة أمام الرجاء في هذه الجولة الأولى. فرحة كبيرة للاعبي اتحاد طنجة بهذا الهدف الثالث دول جواد غبرة، الوقت اللي شاف بأن هناك مساحة لتسديد يسدد. لاعب علي الحراك في الوسط، عبد الحميد معالي استرجع كرة من صابر بوغرين، هذه فرصة لفائدة فريق الرجاء. يسري بوزوق، بوزوق شادي من يسري بوزوق، ينتظر المساندة لآدم النفاتي، رفع الكرة في اتجاه يوسف العمري أمام جوج لاعبين، طردوا رجع كرة يسري بوزوق عند نوف العزروني، فرصة لفائدة فريق الرجاء. بولكسوت يسدد ولكن الكرة بعيدة. كاين هناك حلول ديال لاعبين ديال فريق اتحاد طنجة. في الوقت للحكم سعيد مجيدي يعلن على نهاية، قدم مستوى طيب آدم النفاتي، هذه فرصة يسري بوزوق داخل منطقة الجزاء، تدخل ما كاينش هناك خطأ مع الفريق الأول. متابع هذه المحاولة، يسري بوزوق يحاول يسدد ولكن كان هناك يحاول يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، لعبت كرة لمحتمل الرأسية، تدخل الدفاع، تصل ليسري بوزوق، بوزوق رفع الكرة، هذه فرصة، الكرة سهلة. الرجاء تبعوا مرة أخرى، يسري بوزوق خذ الكرة على مشاري مستطيل العملية، رفعت الكرة ولكن قياسي. هذه محاولة زكريا كياني، تمريرة جواد غبرة، جواد غبرة، جواد غبرة، تدخل ديال عبد الله خفيفي. في الوقت كانت المطالبة ب بإفادة فريق اتحاد طنجة، تبعوا من جديد انطلاقة ديال جواد غبرة، تدخل عبد الله خفيفي ثم تدخل بوشعيب الراسي اللي بعد الكرة للركنية. تلعبت الكرة بسرعة، تمريرة علي الحراك وتدخل للمدافع مرة الحارس بدر الدين بن عاشور، دورك يلعب الكرة طويلة. لاحظوا يعني كان هناك تهور شيء ما، فرصة، فرصة الهدف علي الحراك. وبالجديد تلعبات الكرة طويلة، في الوقت اللي كان انتظار ان هناك وضعية تسلل مشات الكرة، ما كاينش هناك خطأ، الحكم طلب مصادقة. لاحظوا الانطلاقة ديال علي الحراك من وراء ظهر بوشعيب الراسي، يسدد وتدخل للحارس أنس زيدي الذي يبعد كرة للركنية، الركنية الثالثة لفريق حسين رحيمي. يوسف العمري، يسري بوزوق، حسين رحيمي يسدد، تدخل الدفاع مرة أخرى لفائدة فريق الرجاء. يوسف العمري، بالعمري تسديدة، فرصة ممتازة لفائدة فريق صر لمرمى الحارس بدر الدين بن عاشور. تابعوا من جديد هذه المحاولة، يوسف بالعمري تمريرة وتسديدة ممتازة، لاحظوا مشات بعيد على مرمى الحارس بدر الدين بن عاشور. فرصة لفائدة فريق الرجاء ولكن تمريرة خاطئة من محمد زريدة، تدخل الدفاع، استرجع كرة سفيان الرحيم، هذه فرصة يسري بوزوق، تمريرة، فرصة، فرصة وإبعاد الكرة. يعني لمسات نوفل أزروني قبل مغادرته، هنا الفرصة والمحاولة ديال فريق الرجاء. يوسف العمري، لاحظوا التدخل الممتاز، أسامة العز يتدخل أمام يوسف العمري، لاحظوا بوزوق على مستوى الوسط، يسري بوزوق، تمريرة في الجهة اليمنى، محمد بولكسو، تدخل الكرة عرفت تدخل الحارس. نتابعوا هاد الركنية لفائدة فريق الرجاء، لعبات الكرة داخل منطقة الجزاء، الراسي ديال بوشعيب مع الراسي، هناك تغطية بكل هدوء، كل هدوء فريق الرجاء. بولكسوت كيرفع الكرة في القائم التالي، تدخل الحكم طلب مصادقة، رفعت الكرة مشات مباشرة، فرصة. نتابعوا من جديد هاد المحاولة لفائدة فريق الرجاء، رفعت الكرة، الخروج ديال الحارس بدر الدين بن عاشور بعد ما كان ارتقاء ديال محمد الزريده الارض. بولكسوت، بولكسوت فرصه لفائده فريق الرجاء، محاوله من الجهه اليمنى، حاول الدخول، ترفعت الكره وتدخل الحارس بن عاشور. تابعوا من جديد هذا التدخل، احمد وكاميرا نفس الطريقه
رجاء يبحث ولكن بدون ايجاد الحلول. مشى الكره بتجي لبنى ادم النفاتي، النفاتي تبنى من محمد بنصور راسيه فرصه تدخل الحارس، محاوله بواسطه بدر الدين بن عاشور بتمريره ممتازه حسين رحيبي، كره بالراس وتدخل الحارس بدر الدين بن عاشور، كانت فرصه ومحاوله فدت فريق الرجاء، شكلت خطوره واضحه على مرمى فريق اتحاد طنجه. لاحظوا هذه تنفذ من طرف المدافع محمد الوليد بن شريفه داخل، هذه فرصه وتدخل، فرصه الهدف الرابع تضيع من فريق. نتابع من جديد، لاحظوا الكيالي يمرر تدخل وإبعاد الكره، لاحظوا جواد غبره يسدد، عبد الله خفيفي كان في المكان كمرر في الجهه اليمنى، هذه فرصه بين فريق الرجاء، لعبات دائريه داخل منطقه الجزاء، وضعيه تسلل، هنا تسديده ديال نوفل عزرهوني. تابعوا من جديد هذه المحاوله، تمريره جود عدد من الانديه اللي سبق لها كانت بالقسم الاول، دي فرصه تدخل الدفاع السعيدي الدخول في سوى فريق اتحاد طنجه، وحنا كنتابعوا المحاوله ديال فريق الرجاء، لاعبين تمريره وصلت ليسري بوزوق، هذه فرصه تسديده والهدف، هدف اول لفائده فريق الرجاء بواسطه اللاعب يسري بوزوق اللي كيتمكن من تسجيل اولى اهداف فريق الرجاء، تسديده قويه تمكنش بدر الدين بن عاشور من ابعادها. اذا ثلاثه اهداف مقابل هدف واحد امامنا، متجي الهدف الاول بواسطه اللاعب يسري بوزوق. لاحظوا تحضير يسري بوزوق، لاحظوا المراوغه يسدد وكره تعانق الشباك، هدف اول لفائده فريق الرجاء. اذا الرجاء غادي يبحث على انه لملا ارضيه الملعب، تبدأ الركنيه نوفل عزرهوني، عزرهوني تسديده وخطيره، كانت خطيره على مرمى فريق اتحاد طنجه، نوفل عزرهوني يسدد يعني بسنتيمترات، نحاول نتابع هذه المحاوله. لاحظوا التسديده بالرجل اليسرى مشات بعيد على مرمى الحارس بدر الدين بن عاشور، اولمبيك اسفي في مباراه ستكون قويه، زكريا لبيب هذه فرصه لفائده فريق الرجاء، زكريا لبيب تسديده ولكن